يسعد صباحكم احبائي، اهلا وسهلا بكم وفقره الابراج، واهلا بكم في عالم الفلك والابراج مثل ما تقول غصون. صباح الخير غصون بنتي، صباح الخير لكل كادر قناه الرشيد، وتحيه صباحيه مليئه بالمحبه والرغبه الدائمه والالحاح للرب سبحانه عز وجل بان يبارك يومكم وينطيكم القوة والحيل حتى تكملون صيامكم إن شاء الله وصيام مقبول. كل الهلا بيكم. طبعا اليوم القمر ما زال متواجد في برج الحوت المائي، بكرة إلى تغيير إلى برج الحمل، لكن هناك أمور نأكد عليها من خلال تواجد الكواكب وتأثيرها على العشريات. عندنا كوكب عطارد دي يأثر على العشرية الثالثة من كل الأبراج، فعلى هالأساس خلي نجي نعرف ليش، لأنه بعد ما بقى له شيء ويغادر كوكب برج الجوزاء وينتقل إلى برج السرطان بوجود المريخ. فإحنا نحاول الآن نعرف أنه هل من الممكن أنه نتابع أو نعرف الأشياء اللي ممكن في هذه الفترة شوية نشد عليها أو نأكد عليها في هذه الفترة. فلهذا السبب ننطي هالتوجيهات. ليش؟ لأنه كوكب عطارد إن شاء الله راح يكون في برج السرطان يوم 5/6، فاليوم 27 بعد ما بقى شيء إن شاء الله ننطيكم هالتفاصيل هذا اليوم. الخارطة الفلكية تقول أن القمر مع نبتون في برج الحوت، زحل مع بلوتو المتراجعين في برج الجدي، كوكب المشتري متراجع في برج القوس، عندنا الزهرة مع أورانوس متواجدين في برج الثور، عطارد مع الشمس متواجدين في برج الجوزاء، وأخيرا مجموعة السرطان تستقبل المريخ. وجود القمر الآن مع نبتون منسجم مع أورانوس والزهرة ومنسجم كذلك مع المريخ، فهذا شيء إيجابي. ندعو إلى الأبراج اللي تتواجد بها هذه الكواكب من الاستفادة من هذا الموضوع. أكيد نرجع الآن إلى كوكب عطارد. أحبابي، كوكب عطارد في هذه الفترة يؤثر على العشرية الثالثة من كل الأبراج. ليش؟ لأنه بلش ينتقل من برج الجوزاء إلى برج السرطان، فأكيد في هذه الانتقالة إلها فالتأثير المعين. نأتي بالبداية إلى مجاميع برج الحمل الناري. يقول لك عزيزي مولود برج الحمل، كثف جهودك في هذه الفترة بالاستفادة من بكرة. بكرة راح يكون القمر عندك وراح ينطيك فد أسبوع إيجابي. طيب هذه الإيجابية في هذه الأسبوع نحاول أنه نكثف جهودنا بأشياء معينة على الصعيد الواحد، على الصعيد الشخصي، على الصعيد الصحي، وكذلك على صعيد تتميم المعاملات والدراسة، وكذلك على تتميم أمور التعامل مع الآخرين. يمكن أكو فد موضوع راح يتسرع عندكم أو قد يصلكم فد خبر يخص إذا أنتم كنتم مقدمين على شراء سيارة أو حاجة ثمينة أو شيء من هالقبيل، دا تسعون إلى ذلك. فنحاول قدر المستطاع في هذه الفترة نكثف الجهود على ذلك. هذا من باب. من باب آخر كذلك من الناحية النفسية والصحية، وكذلك من ناحية أخرى هي الناحية الشخصية. فهذا الأسبوع ويا وجود عطارد راح يساعدكم كثيرا في هذه الأمور. فإذا عندكم معاملات مشوها، إذا عندكم بيع شراء في هذه الفترة مشوه، إذا عندكم هالمسائل هذه قبل انتقالة العطارد إلى برج السرطان، هذه راح تفيدكم كثيرا. مجاميع برج الحمل الناري، كثفوا جهودكم على هالمحاور. يمكن يكون منهم فتشي تقدرون تتمموه في هذه الفترة وتخلصون من فد حمل أو فد عائق ممكن يكون أنتوا دا تريدون تنهوه، وأكو عليه فد حجوزات أو فد أمور دا تخص يعني مدى تخليكم تحصلون عليه.
هذا من باب. ننتقل إلى مجاميع الثور. مجاميع الثور، عزيزي مولود برج الثور، الفترة الحالية تركز على أنه أولاً عليك أن تستفيد من هذه الفترة في طول ما موجود كوكب عطارد وده يأثر على العشرية الأخيرة وكذلك على مجاميع برج الثور. يقول لك كوكب عطارد هم لأجل أنه تطور وضعك، تطور مهاراتك، تطور أعمالك، حاول أنه يكون عندك ثقة بنفسك يعني أكثر من المعتاد، بالشكل اللي تحاول أنه تخلق الأجواء أو تعزز أفكارك تترجمها إلى عمل. فهذه الفترة مشجعة جدا خصوصا مع تواجد المريخ في برج إيجابي، رغم كون أنه أنت عندك اصطدامات مع سين من الناس وده تأخذ فد أفكار مع سين من على سين من الناس، خصوصا ما إذا كان عندك تاتش ويا مجاميع السرطان، أكو فد يعني تلابس مع هؤلاء سواء كان على صعيد الشراكة أو على صعيد المحبة أو على صعيد يعني الناس اللي دا تتعامل وياهم، أكو وياهم فد سوء فهم، لكن هذا اللي دا يخليك في هذه الفترة تتجاوز سوء فهمك ونحاول أنه قدر المستطاع أنه نتمم أمورنا قدر الإمكان في هذه المجالات. بيت ثاني، يعني البيت الثاني هو بيت إيجابي موجود في معية البيوت الإيجابية، فحاول قدر المستطاع الاستفادة من تواجد هذا الكوكب في بيتك الثاني. مجاميع الجوزاء، عندكم كوكب عطارد وهو كوكبكم الحاكم، راح ينتقل كوكبكم الحاكم إلى البيت الثاني، هذا أيضا فشي مشجع، لكن بوجوده مع المريخ راح يخلي بعض الأمور يصير بيها تسريع، فإحنا ليش ما نبدي بيها هسه حتى تتسرع بعدين. يقول لك الكوكب عطارد في هذه الفترة أنا لا أساعد الخاملين، ما أقصد ذلك، إنما أحياناً يمكن يقول يلا خليها على باكر، يلا خلي تمشي الأمور كما يجب وما دوخ نفسي، هالأشياء لا ما راح تجي بالإيد إذا ما هسه راح نبدي في هذه الفترة نسرع بأمورنا ونحاول أنه نأسس النشاطات أو الأهداف أو الأشياء اللي نريد نكملها في هذه الفترة. إذن على هالأساس حاولوا أنتم كذلك أنه خصوصاً قراراتكم اللي على الصعيد الشخصي حاولوا إذا كانت إيجابياً حاول أنه نمشي بيها بالفترة الحالية. بالنسبة إلى مجاميع السرطان، تقول لك الفترة، عزيزي مولود برج السرطان كوكب عطارد يقول لك لا تتسرع في قراراتك سواء كان الشخصية وكذلك سواء كان على صعيد العاطفة. أرى أن يعني كلكم متذبذبين عاطفيا، القمر ينطي شيء من غرابة الأطوار وهو أو المزاجية في الطباع، أحيانا من يكون في موقع مشاكس إذا كان مشاكس إلى القمر وإذا كان مشاكس إلى الكوكب الآخر، رح يجي يدخل القمر إلى برج الحمل، فهذا رح ينطيكم فالشيء من التذبذب. نحاول قدر المستطاع في هذه الفترة عدم التسرع والتأني في اتخاذ القرارات اللي تخص شراكتكم سواء كان في عمل أو في بدء مشروع في الفترة الحالية أو في قرار يمكن نهاية علاقة أو أمر عاطفي يمكن ممكن تحلو. وصلت إلى برج السرطان وأنتقل إلى الاتصالات وعندي نادية. أهلا نادية، صباح الخير ورمضان كريم عليك. عليك جميع إن شاء الله. مرحبا. مرحبتين. أنا منبر نشنو، أنا 25/11. نعم. برج مالي إيه، ما هو برج برجكي هو أشقد 25/11. إيه 25/11 مولودة برج القوس. يا سنة والدي؟ يا سنة يعني أي سنة ولدتي بنتي؟ 88. ها 88، طولة العمر ماما. طيب بس تعرفين البرج بنتي؟
نادية تسمعيني؟ نعم. حبيبتي بس تعرفين البرج؟ إلا عندك استفساراتك حول البرج، يعني تريدين بصورة عامة أتحدث؟ يعني أنا أريد أعرف يعني برج مالي إما هو القوس أن أشي واحد يقول الحوت. لا حبيبتي لا لا، أنت برج القوس، وإن شاء الله أتحدث لك بصورة عامة تدللين. شاكرة إلك ولي اتصالك نادية، أهلا وسهلا. منو؟ أهلا رقية، صباح الخير ورمضان كريم. رمضان عليكم كريم، صباح الخير. وعليك حبيبتي مية هلا، صباح الورد. عيوني في الجنان طالب قد اتصل بيش ما حصلك. على راسي حبيبتي، يشرفني سمعت صوتك حبيبتي اليوم مية هلا. عيوني في الجنان، اريد اعرف برجي واريد اعرف من ناحيه الاختبار. تفضلي. 25/11/1989. ما شاء الله، اليوم اول وحده 25/11 وانت 25/11، شنو متفقين؟ عيون السجنان وقلت اعرف عن الاختبار. حاضر حبيبتي. والفتره الزينه هي شنو؟ حاضر. عيوني مشكوره سجنان، عيوني مية هلا قلبي، شرفتيني يا عيني، مية هلا مية هلا عيني. منو؟ زينة زينة زينة، تفضلي زينة. أهلا وسهلا بنتي، رمضان كريم علينا وعليك. نعم السلامة حبيبتي حبيبتي قلبي، تفضلي زينة. ممكن أعرف برجي يعني وعن الزواج؟ الفترة يعني ممكن تنطيني تاريخ ولادتك ماما؟ مواليد 2000 شهر الواحد المثنين بالشهر. سنتل؟ مواليد 2000 سنة الألفين. بس علي لي صوتك بنتي لأنه دا يوصلني الصوت هيك قوة. مواليد 2000. إيه يا يوم يا شهر؟ شهر الواحد يوم 2/1. حاضر حبيبتي الارتباط. عن الزواج. حاضر حبيبتي تدللين. مية هلا مية هلا، تحياتي إليك زينة مية هلا. أكو اتصال آخر عيني؟ نعم ايضا زينه. ها عبير، تفضلي عبير. صباح الخير بنتي ورمضان كريم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ما تدري سجناني قد انا يعني فرحانه سمعت صوتك. يا قلبي حبيبتي انا ايضا فرحانه سمعت صوتك. يعني كلش كلش ما تدري قد اثقب كلامك واحبك اموت عليك الحين انا يعني يا قلبي يا عزيزتي، هذا شيء يشرفني، انا هم احبكم كلكم. بنتي تفضلي. بس الجنان احكي لي عن الدلو، كلش الدلو يعني تعبان حيل حيل حيل. اي اعرف اعرف يوم اعرف. الحاله الماديه النفسيه. اي صح يعني مواليدي 1988. اي شهر الواحد ويوم 21. 21/1 تدللي. 21/1 انا يعني دكتوره ما ادري يعني ما ادري. ما يخالف ابراج الجهالي؟ تفضلي. اي رحم الله والديك. 3/4/2007 هذا الكبير. نعم. و 19/1/2010. الله يخليه. كملي عادي؟ كملي يوم كملي، ايش قد مخلصه؟ ايش قد مخلصه؟ يعني ابدا شنو 5/7 مستقبلها برجها طالعها. حبيبتي هاي شطوره الله يحفظها. وبعد 19/6 يعني اذا ممكن يعني شنو مستقبلهم اولادك؟ تأمريني امر. حبيبتي يا قلبي انا هم فرحانه اسمع صوتك، الله يخليك ويخلي الاولاد وان شاء الله الله يزيح عنك ماما. تفضلي بنين، صباح الخير. رمضان كريم قلبي، رمضان كريم. مية هلا قلبي. تفضلي. الو حبيبتي بنين. غيري مكانك بنتي بنين. اي 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 اي. دا تسمعوها البنين كنترول. يا بنين حبيبتي.
انقطع. ايه هو كان الصوت ما اعرف شلونه ما اعرف. يلا المهم ان شاء الله اذا كان بالامكان تعودين الاتصال بنتي بنين، ان شاء الله اكون سعيده بان ارد على استفسارك. اذا وصلنا الى مجموعه الاسد الناري والعشريه، الفتره التي سوف يساعدك بها كوكب عطارد على بأي ناحية وفي أي مجال. وجود القمر في برج عطارد في برج الجوزاء هذا راح يساعدك في واحد التعرف على الآخرين، ممكن أنه تبني علاقات جديدة، راح يكون عندك نوع من التعاطف من الناس وياك، يعني معرفة ناس جدد قد يكون من هويات مختلفة. هذا الشخص ممكن يكون مثلا من بلد آخر أو من هويات مختلفة، ممكن أنه رح يكون عندك فت شعور تجاه فت شخص مختلف عنك، رح يكون عندك فت إقبال على التعامل مع الآخرين أكثر، انفتاح أكثر، الناس أيضا رح يكونون وياك يعني متجاوبين. هذه الفترة بها شيء من الإيجابية، الناس كنوز ومعرفة الناس كنوز، ممكن أنه هالصداقة تدعم هالشخص، ممكن أنه تساعده في معرفة شيء، أو ممكن أنه هم يساعدوكم في وساطة لشيء معين، يعني في حل مشكلة معينة. يعني الصداقة هي مجالات أخوة، ويقول لك رب أخ لك لم تلده أمك، الصداقة لها مفاهيم. يلعب الأصدقاء دور في حياتك، أنت كذلك راح تلعب دور في حياتهم. عندك علو شأن في مسألة معنوية، وهذا فتشي يجعلك تشعر بالارتياح أو بنوع من الرضا عن ذاتك لكونك أنه أنت عنصر فعال في المجتمع. الإنسان حتى لو سقى نبتة فهو يكون عمل فد عمل إيجابي في حياته. الفترة لمجاميع العذراء تقول: قبل أن يغادر كوكبكم الحاكم برج الجوزاء، عليك أن تسعى إلى تحسين صورتك أمام الآخرين. قد تواجه مشاكل من ناحية الشراكة. شلون؟ مولود برج العذراء يقابلك الآن نبتون، فهذا يعني شراكة عمل وشراكة عاطفة. وجود الشمس في برج الجوزاء مع كوكب عطارد اللي هو كوكبك الحاكم يقول لك انتبه من الأخطاء اللي ممكن أنه ترتكبها. ليش؟ لأنه يمكن الناس دا يترصدوا لك، ممكن أنه تدخل في مواجهات مع الشراكة، شراكة العمل أو شراكة العاطفة أو شراكة المنزل، يعني كأن يكون جيران، أي شيء إحنا به شركاء، يعني إحنا الجيران أيضا نكون شركاء في المنطقة، يعني الأصدقاء هذا. فممكن أنه تكون في موقف تحتاج أنه تبرر نفسك به، هذه كلها راح يكون في توابع الأمور. يمكن أكو ناس ماخذين عنك فد فكرة غلط في هذه الفترة، بإمكانك تحسين هذه الصورة وإبداء الوضع اللي أنت موجود به. خلي تكون مواجهاتك ودفاعك عن نفسك بطريقة حكيمة، بطريقة لطيفة، بطريقة قادر على أنه تحل المشكلة مو تعظمها. بالنسبة إلى مجاميع الميزان تقول لك الفترة: عطارد متواجد في برج الجوزاء ويساعدك كثيرا في أولا استقطاب طاقة إيجابية تساعدك في التخلص من الأمراض أو يعني الارتياح شوية. واحد إذا عنده مرض مزمن يعني ما يقدر إلا رب العزة والجلال يأمر فيشفى، بس أكو فترة مثل ما يقول إن شاء الله تكون محسنة للوضع بصورة عامة. جسمك راح يكون أكثر عنده طاقة، جسمك راح يكون قابل إلى استقبال العلاج، هذا راح ينطي فد نوع من الإيجابية في حياتك. كذلك يكون عندك أمور حلوة إذا أنت سعيت وسرعت فيها، يكون عندك فيها شيء من الإيجابية فيما يخص صحتك وفيما يخص عملك.
بالنسبة إلى مجاميع العقرب تقول لك الفترة أنه الزهرة عفواً عطارد في برج الجوزاء، بوجوده في برج الجوزاء راح يساعدك كثيراً في تخطيط أمورك حتى تبدي تمشي بيها، رغم كونك أنه أنت تعاني المشاكل، لكن هناك أمور راح تنحل في خلال هذه الفترة. تشجع ولا تستسلم لليأس في حل مسألة مالية أو مسألة شراكة عاطفية. مجاميع القوس تقول لك الفترة عطارد راح ينتقل إلى برج السرطان، وهو بيت إيجابي بالنسبة لك، لكن عليك أن تكون أكثر حكمة في التعامل مع نفسك، في التعامل مع الآخرين. حاول أن تحط ردود أفعال تكون مبنية على الحكمة، مبنية على الصبر، مبنية على التأني، وهذه الفترة هي اللي تعلم الإنسان هالمجالات هذه. يمكن مسلط الضوء على شراكة عملك وعاطفتك، على شراكة يمكن أنت تأنب نفسك كثيراً أو تنقهر زايد، لأنه العاطفة ما نقصد فقط فيها أنه هو الإنسان الحب والزوجة، والعاطفة هي تشمل عاطفتك ككل. فارحم نفسك شوية من تأنيب نفسك في هذه الفترة ومن كثرة التفكير والقلق اللي ما أعرف ليش تخلي نفسك بها بهالأمور. القلق ينتهي ويزول وكل شيء ينتهي ويزول، لكن الإنسان من يعظم الأمور أكثر من حدها ممكن أنه يكون بانعكاس على صحته، وهذا شيء يجب أن نعي دائما ونحاول أنه ما نكون ضحيته. بالنسبة إلى مجاميع الجدي يقول لك عطارد هذه الفترة مشجعة جدا في حل مسألة مالية، في حل مسألة تخص أخذ حقوق من الآخرين، مشجعة جدا في وضعها العام لتطوير وتعزيز وضعك العاطفي، فترة جيدة لإنجاب، فهذه الفترة أيضا جدا إيجابية من هالمحاور. بالنسبة إلى مجاميع الدلو، عطارد تواجد في برج الدلو في برج الجوزاء، يقول لك حاول أنه تبني جهدك. إذا كان منكم من يريد إنجاب في هذه الفترة فرح يصير به تسريع، خبر إيجابي وحلو على بعض الأولاد، أو ممكن تسمع فد خبر أنه اللي ما عندهم إنجاب ممكن راح تكون فد أخبار حلوة تخص هالأمور، فد خبر مفرح قد يصلك من هنا إلى غاية ما تخلص الكواكب من برج الجوزاء. والكواكب ما راح تخلص من برج الجوزاء لأنه راح تنتقل الزهرة أيضا إلى برج الجوزاء، فاشتغل على نفسك في هذه الفترة. ليش؟ لأنه اللي راح تزرعه راح يصير به تسريع لأخذ النتائج. مواليد برج الحوت يقول لك الكوكب عطارد أنه هذه الفترة فترة صبر وفترة تحمل إلى بالنسبة إلى أمور العائلة. العائلة يعني يمكن دا تكون متطلبة، المنزل دا يكون متطلب، صحتك دا تكون متطلبة، طاقاتك شوية أحيانا في تباين، لكن هذا الأسبوع إيجابي، وهذا الأسبوع شد الهمة عليه ويا صديقك الحمل. هالأسبوع جد إيجابي. ليش؟ لأنه تواجد القمر نافع، كوكب نبتون عندك نافع، دي يخدمك وجود أورانوس والزهرة، دي يخدمك وجود المريخ، فحاول أنه تتمم أعمالك اللي تخص الأسرة أو تخص صحتك أو تخص طاقتك أو تخص مسألة انتقال من مكان إلى مكان آخر، يمكن راح تبين معالمها في هذه الفترة. هذا ما تقوله توقعات الأبراج نتيجة لوجود كوكب عطارد في برج الجوزاء وبفترته الأخيرة، وما هي الأمور الإيجابية اللي يمكن نركز جهودنا عليها حتى نسرع بها ونحلها. الآن عندي أم علي تقول أني أريد أعرف طالعي أني 6/4. هاي طبعا أم علي متصلة بي خطية من أول البارحة. أم علي تقول أنا طالعي أريد أعرف مولودة برج الحمل الناري العشرية الثانية الطالع حبيبتي إلك، حسب يعني اللي يطلع لي هو القوس. القوس أمي
برج القوس، فأنت شخصية نارية بحتة من خلال يعني كونك برج حمل مع طالع قوس. 4-5 بصورة عامة، مجاميع الثور، شدوا حيلكم على نفسكم أحبابي، الفترة جد إيجابية، وجود الكواكب عندكم الزهرة وعندكم أورانوس، والشمس موجودة في بيتكم الثاني والمريخ في بيتكم الثالث. صح أكو عندكم فد عصبية ونرفزة من الناس، لكن هذا يعني أنتم قادرين على التحكم به. الشيء اللي أقدر أتحكم به ما أعتبرهم. فالفترة هذه جد مناسبة لمجاميع الثور الترابي اللي إن شاء الله يكون طالعة السرطان. 8-4 مولود برج الحمل الناري، أما الطالع فهو الحوت. الطالع هو الحوت الأبو 8-4. هذا إنسان رقيق حساس، شقد ما هو رقيق وحساس يصير عنده مبالغات في الأمور. المبالغة هي من اسمها مبالغة، إذا يفرح فيبالغ في فرحة، وإذا يزعل فيبالغ في زعله. والمبالغة في الأمور لا تصلح، لا تصلح. نحاول إنه هالشخص هذا نهذبه أو نوظبه على أنه يترك هالمبالغات، هذه المبالغات غير إيجابية في حياتنا أحياناً. 17-3 هذا مولود الأخيرة من الحوت، الخاصة بمن؟ بالمريخ. هذا عصبي شوية، قراراته دائماً مبنية على عصبية. يعني هذا الشخص ممكن أنه يكون فنان أو رياضي من الدرجة الأولى، خصوصاً في مجالات ألعاب القوى. في الفترة الحالية كوكب أورانوس راح يكون بالنسبة إلى إيجابي، كوكب نبتون، لكن بوجود هالتشكيلة يجب أن يكون الناس اللي يتعامل وياهم شوية، لأنه أكو ناس يعني مو كلش صافيين النية وياه. وإذا كان هو طفل فإن شاء الله ماكو فد شي عيق. هذا الشخص يحتاج إلى حركة إذا في أوقات معينة، فلا تمنعوا من الحركة. ليش؟ لأنه هو طبيعته حرك ورياضي، رياضي التصميم، أنه كهربائي عنده شوية زايدة، فتصميمه كلش يعني يطلع رياضي، هذا يعني من الطراز الأول. إن شاء الله الله يوفقه. عندي نادية تقول أنا 25-11 ورقية 25-11، اثنينهم نفس اليوم 25-11، يسألون عن البرج. بنتي العزيزة نادية مولودة برج القوس الناري، العشرية الأولى منها، العشرية الأولى اللي تخص القوس هي من كوكب عطارد. كوكب عطارد ينطيكم ذكاء، ينطيكم قدرة. هذا الجواب بالنسبة إليك وبالنسبة إلى رقية، نادية ورقية. أنت بالنسبة إليك تريدين تعرفين برجك، برج القوس الناري العشرية الأولى، الكواكب المؤثرة، الشمس، القمر، المشتري، عطارد بالدرجة الأولى، ثم بقية الكواكب. عطارد حالياً متواجد في برج قلنا في برج الجوزاء، وبقالش تقريب الأسبوع وينتقل إلى برج السرطان. فهذه الفترة شوية عندكم نوع من العصبية، من الانفعال، من لوم الذات، من أخذ صور عن الآخرين، شوية يعني مبالغين بيها، لكن إن شاء الله الأمور راح تبدي تصفى مع انتقالة الكواكب من بيت الشراكة وينتقل إلى موقع إيجابي. أما بالنسبة من يطلب الارتباط فهذه الفترة مناسبة جدا للارتباط. ننتظر دخول الزهرة إلى برج الجوزاء، لأنه يعتبر إلى برج بيت الزواج بالنسبة إلى برج القوس الجوزاء. فوجود الشمس مع عطارد هذه رح يبدي فد بدرة، تجي الزهرة تدخل، لا رح يكون لها فد إن شاء الله فد صدى إيجابي في هذه الفترة، طيلة وجود الزهرة في برج الجوزاء. طيب الزهرة إش قد رح تبقى في برج الجوزاء بعد ما تدخل إن شاء الله بقوة الله
إذا أراد يوم 9/6 راح تبقى إلى يوم 4/7. فدا تلاحظين هذه الفترة جد إيجابية للارتباط عزيزتي في الفترة الحالية. زينة 2/1/2000 فترة الارتباط المناسبة. هي هسه أكو فترة ارتباط، لكن هناك فترة أيضا إيجابية للارتباط مع دخول الكواكب إلى برج السرطان. برج السرطان يعتبر بيت الزواج إلى مجاميع الجدي. أنت عشريتك المريخ، فهسه أكو فد بادرة. ليش؟ الزهرة حاليا بالثور، والمريخ وين؟ بالسرطان، في بيت الارتباط. فهذا راح يسرع أو راح يبدي فد فكرة معينة في ذلك. يمكن أنت بديتي تفكرين بذلك إذا كنت غاضة النظر، يعني الشخص نفسه هو اللي تعم عنده فد فكرة ارتباط أو رغبة في ارتباط، أو هذا الشيء راح يتحقق على صعيد الفعل. راح يكون هناك بذرة يعني أو فد بداية تتعزز في شهر 7، وكذلك يتعزز في شهر 9. عبير تقول أنا مولودة برج الدلو. برج الدلو يا أحبابي، برج الدلو البرج المبتلي، رغم كونه أنه من الأبراج اللي تنطي فد نوع من الحكمة، وتنطي يسمى هو بيت الحكمة الإلهية كما كانوا يسموه قبل، وهو برج من الأبراج اللي بيها صفات إنسانية أكثر، فلأنه إنساني أكثر فلأنه هو يزعل أكثر ويتألم أكثر ويتعب أكثر. أحياناً تعاكس الكواكب الوضع، فوجود الزحل وبلوتو في البيت الأخير من الدلو ده ينطي فد نوع من الاكتئاب، فد نوع من الانزعاج، فد نوع من توقيف الحال، فد نوع من الرغبة في الانطوائية، فد نوع من الثورة والتمرد على الوضع أو الظرف. يقول إلى متى أني أبقى هيجي؟ شقد زين أني ويا العالم، مش قد العالم مزين وياي، شقد أني أكون هيجي يعني هذا ما راح يفيد ماما. نعم، هو هذا فد شيء إحنا لابد أنه نكون به، يعني لازم الإنسان يكون زين ويا العالم، ولازم يبادر بالخير، ولازم، لكن أحياناً الظروف مو كلش تخدم. تجمهر كان الكواكب في برج الثور ويا هنا المجاميع الأخوة الاثنين القاعدين في البيت اللي يسبق الدلو، زين نازلين ضخ عليه من ناحية النفسية، وكذلك من الناحية العائلية، من ناحية متطلبات المنزل. الفلس يطب منا يطير كالريح، لكن الآن لا، إحنا مجاميع الدلو ننتظر دخول الزهرة إلى برج الجوزاء. من يدخل الزهرة إلى برج الجوزاء أكو فتشي حلو جدا، كأنما عبالك فتشي ما متوقع راح يصير. فالأيام المقبلة تحمل خير. حاليا يقول لك عطارد أكو فد أمور تخص إنجاب، أكو فد خبر حلو على أحد الأولاد، أكو فد يعني فد خبر زين أو فد فرج معين على ناحية مالية. هذا هسه إذا أنتم مشيتوا بيه راح يتسرع، كأن تطلبون قرض، تطلبون فد شيء أو تعينون نفسكم في شيء زين. فراح تجي الزهرة تدخل إلى برج الجوزاء، لا يعني لابد انه يكون هناك فد شيء حلو راح يغير هالمسائل وهالامور. زين، بقالي الاولاد حبيبتي عبير، المخرج يقول لي كافي عد وقتك خلص، بس اذا الله راد وسمح انتظريني بكره حبيبتي، انطيك تواريخ الاولاد كلها وان شاء الله تدللين علي. بس لأن وقتي خلص أنا أعتذر، بكرة أرد عليك بالنسبة للأولاد.
أنا جدا أشكر متابعتكم وأتمنى لكم كل الخير إن شاء الله، صيام مقبول ووافر من البركات ووافر من الرحمات ووافر من الخير يدخل جميع البيوت، ونطلب من الرب دائما صيام مقبول وإفطار شهي.